السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضمن أساسيات الحياة في كندا الاهتمام بالبلانتس، بالمزروعات، وأنا الآن موجود في أحد المحلات المشهورة ببيع المزروعات المختلفة. هنا ورود مختلفة الأشكال، مزروعات، طبعا معظم البيوت، يعني مش معظم البيوت، كل البيوت في كندا هناك في كل بيت يوجد ما يسمى بالباك يارد اللي هو الحديقة الخلفية، وفي فرونت يارد. معظم المزروعات بتكون، يعني الناس تهتم بشكل كبير جدا بالزراعة، بالفرونت يارد والباك يارد. ففي طبعا كثير من الورود للإندور، بتكون هذه فقط لداخل البيت. وفي مزروعات مثل الخضروات، يعني أنا مثلا اليوم اشتريت نعنع، زعتر، مرمية، اشتريت ورود، طبعا الكثير من الورود. أنا ما كثير بعرف بالمزروعات، ولكن يعني الجميل بالموضوع انك بتسأل بيساعدوك. يعني الآن صرنا في البيت، هاي المزروعات اللي اشتريناها، في عنا النعنع، في عنا زعتر أخضر، في هذه مكتوب عليها انها ترمس، ريحتها حلوة هي عموما، وهذا الكيرلي بيرسلي اللي هو البقدونس الكيرلي، يعني بيختلف شوي عن اللي عنا. هذه اللافندر يفترض انها تصير زهرة الخزامة، وهذه الروز الأبيض، وروز أحمر، روز أصفر وبينك، وهذا زي الياسمين، حتى ريحته ريحة ياسمين، بس في منه ألوان بينك، وفي البيربل. يعني إن شاء الله لما نزرعهم، حتى نسينا نجيب المرمية، نرجع بنجيبها. إن شاء الله لما نزرعهم برجع بصورهم. وهذا اللي هو الترانسبلانتر، يعني مقوي للبلانتس اللي بتنزرع لأول مرة. بكرة إن شاء الله بنزرعهم، بس يكبروا برجع بفرجيكم إياهم. السلام عليكم.